الله ان شاء الله هنكونوا واجدين ونكونوا في الموعد. كيفاش راه ليطا ديسبري جوار ليطا ديسبري تري بيان، على بالنا واش لازم نديرو، على بالنا واش ناقصنا. مازالتنا اون دارنيغ سيونس ان شاء الله دوما سوا بخي. بصراحة منتخب مليح، لعبنا ديجا كونترو دونك نعرفوا نقاط القوة ونقاط الضعف تاعو. On va encore visionner quelques vidéos, on va travailler pour la dernière séance à aider ou tout le monde va faire après. رامي بالنسبة للظروف المناخية ربما تكون صعبة في إدارة الغد، المباراة الأولى لعبنا على الساعة الثامنة، اليوم احنا لعبوا على الساعة الثانية، وهما كانوا تدربوا داروا تربص تحضيري في هذا الوقت اللي راه لعبوا فيه مباراتين. بوركينا لعبوا المباراة الأولى على الساعة الثانية والمباراة الثانية على الساعة الثانية، وعندهم أيضا جالية كبيرة هنا في مدينة بواكي، وكانوا 28,000 في المباراة الأولى مع موريتانيا، يعني هذا يشكل ربما بعض الصعوبات بالنسبة للاعبين الجزائريين. Non, je pense pas. Après, même حنا درنا ستاج في طوغو، لعبنا على الساعة الثالثة. و je pense, en tout cas pour moi personnellement, راني والفت بالجو هذا. ومن بعد فيما يخص الأنصار، ما فيها حتى مشكل، باسكو موالفين ديجا نلعبوا معاهم. الميساج بور البيبليك رامي بالنسبة لي، راحوا يسناوكم، راح يجوا بقوة، وكما كانوا حاضرين دائما معكم. ديجا نشكرهم اللي كانوا حاضرين يشجعونا في المباراة الأولى، ونقول لهم إن شاء الله كملوا ساندونا، رانا نحتاجوكم سورتو في دي مومون كوم سا، وإن شاء الله دوما غدوة نفرحوا كاع كيف.